بطل هنصرف احنا كعيال ده هنصرف ولادها. دكتور حافظ معاك الدكتوره مروه ذات نفسها تكتب زي ما مفيش عندنا اشكال واساس الرول وانا عايز اعصب باذن ايه؟ هعمل اقعد اعمل معيار الاقدميه دي هي كم هو لان انا هنا في البلد كلكم اخواتنا كلكم عارفين فهقول كلكم في كوسه كلكم كوسه ما فيش حد في مين ما يعرفيش في مين ما يعرفش مش هنقدر نقول مثلا فلان تبع فلان طب كلكم عارفين كلكم اخواتنا كلكم حبايبنا يبقى هناخد بالدور. طيب في حته عايزين نحترمها مهمه جدا لسه الدكتور طارق دلوقتي يعني ابتدى نتكلم فيها. طيب برضه حته من هو طلع دلوقتي العبوه اللي موجوده حاليا عبوه مستورده متعبيه في مصر ده الفرق لسه فاضل حضرتك قد ايه دي مهمه جدا الدكتور زميل الدكتور بلغوا بيها الناس ليست عبوه مصريه يعني باعتبار يعني ليست عبوه مصنعه في مصر لا دي مستورده تعبئتها تمت في مصر عشان برضه يكون كلام واضح ده يرجع احتكار الشركه خدنا اربع خمس شركات مصريه او ست شركات من الشركه المصريه لكره الادويه وعبيت عندك الحاجات دي عبيتها فاصبحت استوردت خام استوردت الراس من غير تعبئه